بدي أحكي لكم قبل ما ننهي الحلقة إنه فريق بيت للكل ليس من السهل أبداً وصول كاميرا تلفزيونية إلى هذا المكان. خلفنا بأمتار قليلة مجندين إسرائيليين يحملوا الأسلحة وعمالهم بيحاولوا يشوشوا بأصواتهم علينا. إذا ظهرنا لهم بمعنى أننا لا نبالي بهم. يعني هذا المكان الرائع. هذا شعر؟ أهل الخليل. هذا شعر؟ يعني هذا ليس هذا شعر. الشعر تركته لك أستاذ خالد. لكن يعني أهل الخليل الكرام طبعاً. اللي استقبلونا على ظهر هذا السطح وفرحانين ومبسوطين في وجودنا، لكن إحنا مروحين لبلادنا وإحنا حاملين في قلبنا كل المحبة والانتماء الأشد للقضية الفلسطينية. أنا بدوري يعني أكيد بنفس المشاعر الموجودة عند لانا. المشاعر كتيرة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم يعني أولا أحس أنا بمنتهى الأمان. وجود المسجد الإبراهيمي في الخلفية هو وجود داعم للأمن والأمان. عندما نستمع للأذان أيا كان الأذان في صلواتنا الخمسة سنظل نصلي ونفلح طول الوقت بإذن الله. وأعرف بأن يدخل إلى هذا المسجد الداعين والمتعبدين طول الوقت سيظل الدعاء قائم مفتوح، لأن السماء مفتوحة، لا أحد يحتل السماء. إذا كان في الأرض احتلال فالسماء مفتوحة. يوم قريب ستفتح السماء للجميع وسينسحب الاحتلال وستبقى الأرض والسماء في تواصل دائم بإذن الله. أنا شخصيا يعتملني الكثير من الفخر، وأنا من هذا المكان أدعو الله ولا حجاب بين فلسطين لأنها بوابة الأرض إلى السماء. أدعو الله أن ننجز حلقة بعد عام في العام القادم وقد تخلصت الخليل من كل ما يدنسها. بدي أشكر أولا طاقم العمل، هذا طاقم العمل الرائع اللي على مدى 4 أيام متوالية كل يوم أنجزنا حلقة. بدي أشكر المخرج الجميل العظيم على كل مجهوداته. كلنا الحقيقة كل الفريق معك. وإحنا بصراحة يمكن إن أنا والمخرج والطاقم كله وصديقنا مديرين كل الطاقم بنحضر للحلقة من أكثر من شهر حتى ننجزها على هذا النحو الجميل. فشكرا لطاقم العمل وشكرا للمخرج، شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. أصحاب المنزل أنا يعني بشكرهم جزيل الشكر، ما هم عائلة مناضلة. يكفي أنه يعني هم عائلة شهداء وهم ملاصقون للمسجد الإبراهيمي الشريف، فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي يكابدوها. شكرا لكم جميعا، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.